سيان لا الفرحة والحزن رفيقان ظلم الإنسان وعفو الله وعدالته هل بسم الله الرحمن الرحيم. لك أن تتصور يوم القيامة بعد أن انتهى الناس من الحساب، تساق كل مجموعة إلى مصيرها، إما إلى جنة وإما إلى نار، لا ثالث بينهما. يساق مجموعات تساق زمر إلى الجنة، وزمر ومجموعات تساق إلى جهنم. يكفي أن تتبين الفرق بين المجموعتين، زمر ومجموعات فيها أنبياء، فيها صديقون، شهداء، صالحون، أتقياء، أنقياء، أخلاق حسنة، هذه مجموعات الأولى. والمجموعات الأخرى والعياذ بالله تساق إلى جهنم. من فيها؟ فيها الكفرة، الفجرة، الظلمة، المجرمون، كلهم يساقون إلى جهنم. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا. أما الآخرون، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يصلون أولئك إلى الجنة وهؤلاء إلى جهنم. أما الجنة فهي ثمانية أبواب غلقت، أما النار فهي أقل، سبعة أبواب. شوف رحمة الله، جعل أبواب الجنة أكثر. أما النار فهي سبعة أبواب مفتوحة، والنار تنادي أصحابها، تريد من تحرقه فيها. أما الجنة فقد أغلقت. فما أجمل هذا المنظر الذي يخرج منه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، ليطرق بابها، ليستأذن في دخولها، فتفتح الجنة أبوابها، تخرج رائحتها العبقة، عبيرها الجميل الذي يشم من بعد كذا وكذا، فيشم الناس رائحتها ويرون نورها، وتفتح أبوابها، فما أجمل تلك الجنان. أما في الجهة المقابلة فإنها جهنم تلظى، أبوابها مفتوحة تنتظر أصحابها وأهلها، تتطاير الشرارة منها، الشرارة الواحدة كقصر من القصور. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. هذه جهنم والعياذ بالله تريد أن تعتو، تريد أن تخرج من مكانها، فربطت بسبعين ألف زمام مثل الحزام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. هذه جهنم، فيدخلها الناس أفواجا والعياذ بالله. كلما دخلت أمة لعنت أختها. كل ما يدفع دفعا فريق إلى وزمرة إلى جهنم يدخلون ملعونين. أما الجنة في المقابل، يا الله، يدخلون إلى الجنة سلام، تسلم عليهم الملائكة، تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم. شفت الفرق؟ جنة تستقبلهم الملائكة بالسلام، وجهنم والعياذ بالله يستقبلون باللعنات. في الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يدخلون مع من في الجنة؟ مع أزواجهم وآبائهم وذرياتهم، فما أجمل الدخول. يدخلون مع أحبابهم إلى الجنة. أما أولئك فيدخلون مع أشباههم، لكن كل واحد يلعن الآخر. إذا دخلوا إلى الجنة ماذا يرون؟ ما أعظم الجنة وما أجملها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، نعيما وملكا كبيرا. هذا الذي حدثته من قبل الآن تشوفه بعينك، هذا ما لا عين رأت الآن تشوفه، هذا ما لا أذن سمعت الآن قاعد تشوفها،
هذا ما لم يخطر على قلب بشر اليوم صار حقيقة، وهناك والعياذ بالله ما أن يدخلوا إلى جهنم وهي مظلمة، شفت النار من كثر ما أشعلت صارت سوداء مظلمة، إذا سقط الإنسان فيها ما يصل إلا بعد 70 سنة، أعوذ بالله، 70 سنة وهو في جهنم علشان يصل إلى قعرها بس، إلى الآن ما بدأ العذاب الحقيقي، 70 سنة حياته يمكن ما كملت 70 وهو قاعد يسقط في جهنم. عشان تشوف الفرق بس، الجنة فيها أشجار والنار فيها أشجار، إيه نعم، الجنة والنار كلاهما فيها أشجار، لكن عشان تشوف الفرق بس، الجنة ما من شجرة إلا ساقها ذهب، كل شجرة جذعها ذهب، مو مثل ذهب الدنيا، ذهب الجنة غير طبعا، وفيها ظلال مع أنه ما في شمس، عاد شلون تخيل، بس فيها نور، الجنة ما فيها شمس لكن فيها نور من العرش، وتحت الجنة ظلال، ما أجمل المنظر ها، وبعض فيها شجرة 100 سنة الراكب ما يقطعها، وكل شجرة فيها ألوان ما شفتها بحياتك، ألوان ما مرت عليك بالدنيا، ألوان جديدة، وفيها ثمار إذا مريت تحت الشجرة واشتهيت الثمرة ما ترفع يدك، بس اشتهي تنزل لك الثمرة، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. هاي بس أشجار الجنة، لحين ما حدثتك عن نعيمها، لكن شوف شجرة جهنم، جهنم فيها شجرة، إيه في جهنم والعياذ بالله شجرة اسمها الزقوم، ثمارها أعوذ بالله، الثمار اللي معلقة فيها كأنه رؤوس الشياطين، استغفر الله، شنو هذه الشجرة؟ أصلها، أصل هذه الشجرة من وين تطلع؟ من قعر جهنم وتتفرع في جهنم كلها. طيب إيش حق هذه الشجرة؟ هذه الشجرة تطلع شيء اسمه الزقوم، وغصبا على كل واحد في جهنم يأكل منه، لو أن قطرة من الزقوم بس خرجت من جهنم قطرت على الأرض، شفت الأرض هذه والبحار اللي فيها، لو قطرة من الزقوم انزلت ودشت على الأرض لأفسدت على أهل الأرض كلهم معايشهم، تخرب الأرض بما فيها لو قطرة، شلون اللي راح تكون طعامه؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، اللي يأكل من هذا الزقوم أو يشرب من هذا الزقوم شو يصير فيه؟ كالمهل يغلي في البطون، أعوذ بالله، لو قطرة بس تدخل في جوفة الجوف كله يقعد يغلي يغلي، شفت الماء شلون يغلي؟ هذه نار جهنم ملعب، هذه شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يدفع دفعا إلى قعر جهنم. هذا بس شجرة مع شجرة قارنت لك فيها، بس كيف لو نقارن الأنهار بما يسيل في جهنم؟ شفت الأنهار؟ أنهار الجنة ما أجملها، نهر من لبن، نهر من عسل، نهر من خمر، نهر من ماء، وعيون تتفجر، وسلسبيل تشرب منه، شيء ما تتخيل بعينك، ترى حتى في جهنم والعياذ بالله مثل الأنهار تجري، أنهار شنو تجري؟ من غساق ومن غسلين، تدري شنو هذا غساق وغسلين؟ هذا يخرج من فروج الزواني ومن القيح، الجلود لما تحترق الجلود يخرج القيح، هذه السوائل تخرج من أجساد الناس فتسيل في جهنم، وغصبا عليه يشرب منه، يستغيثون بالماء، يبون ماء من العطش أهل النار فيغاثون بالماء، يبي يشرب من الماء تسقط فروة رأسه، شفت الفرق بين ماء الجنة وماء النار، بين أنهار الجنة وما يسيل في جهنم، بين أشجار الجنة وأشجار النار، سؤال هل يستويان؟ ترى هذا الفرق بين اللي قام 10 دقائق صلى واللي جالس ما له خلق يصلي، ترى هذا الفرق بين الذي
لا يأكل إلا البيع، لا يشتري إلا بالبيع، واللي متعود من الربا. ترى هذا الفرق بين اللي رافع يدعو ربه واللي يدعو صنم، ترى هذا الفرق. لكن أين العقول التي تفهم؟ هذه جنة وتلك نار، والسؤال هل يستويان؟ هذا البرنامج برعاية جمعية زمزم. كن سباقا لعلاج المرضى الفقراء. رمضان جميل وكل عام وانتم بخير. مكتب الدعوة بالأحساء، لا تحرم نفسك الأجر وبادر بالمشاركة معنا في تأسيس الوقف الدعوي. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع في مكة المكرمة. أرسل 10-10 إلى 1100 وقدم 100 ريال لمن تحب هدية. الحلو في رمضان لما تشوف الناس ناس يتعبها وتعطي من قلبها، وإيد على إيد الخير يعم ويزيد. رمضان جميل وكل عام وانتم بخير. محمد بعشر ريال بس قدم الخوية 100 ريال هدية، خوية انبسط وضم الفريق حارتهم، وبالحظ جاب جول خطير واشتهر كثير، وفي استديو رياضي استضافه وتعرف على ماجد عبد الله صالح النعيمة، وبكذا زادوا احبابه. ارسل 10-10 الى 1100 وقدم 100 ريال لمن تحب هدية. مع 10 موبايلي كثر حبايبك. متى يصفف الصباح يا ابي ضفائري، وامضي بين اخوتي والشوق في دفاتري. هل ما يعيق فرحتي اني عجزت ان اسي، ام انها اعاقة من بابنا الفقير؟ متى؟ جمعية زمزم، كن سباقا لعلاج المرضى الفقراء. 26 عاما وهذا الصرح الشامخ ينهض بالعمل الدعوي بالأحساء، يدعو إلى الله ويخدم مئات الآلاف من المسلمين وغير المسلمين، زاره الفضلاء وأشاد به العلماء. مكتب الدعوة بالأحساء، مسلم جديد كل 6 ساعات، توعية الجاليات ودعوة المثقفين والشباب وكفالة الدعاة وطباعة الوسائل الدعوية وغيرها من أعمال الخير والبر. مكتب الدعوة بالأحساء، لا تحرم نفسك الأجر وبادر بالمشاركة معنا في تأسيس الوقف الدعوي. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع في مكة المكرمة. إن هذا المكتب بأمس الحاجة إلى دعم مناشطه، فينفق سنويا مبالغ ليست بالقليلة، ولا يخفاكم أن مناشط المكتب خاصة في خدمة المعتمرين والحجاج وفيما نجح فيه من دعوة الصينيين إلى الإسلام، حيث أسلم أكثر من 6000، ولله الحمد والمنة. اترك أثرا في مكة. سافر رفيقتك في السفر. رمضان تزداد حلاوته بجمعاته، شمل الأحباب تلم ونصير عيلة أكبر، ساعتها تهل البركة وتعمر الدنيا بالخير. رمضان جميل وكل عام وانتم بخير.
محمد بعشر ريال بس قدم الخوية 100 ريال هدية. خوية انبسط وضم الفريق حارتهم، وبالحظ جاب جول خطير واشتهر كثير وفي استديو رياضي استضافه وتعرف على ماجد عبد الله صالح النعيمة، وبكذا زاده أحبابه. أرسل 10 10 إلى 1100 وقدم 100 ريال لمن تحب هدية مع 10 موبايلي كثر حبايبك. هذا البرنامج برعاية جمعية زمزم، كن سباقا لعلاج المرضى الفقراء. رمضان جميل وكل عام وانتم بخير. مكتب الدعوة بالأحساء، لا تحرم نفسك الأجر وبادر بالمشاركة معنا في تأسيس الوقف الدعوي. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع في مكة المكرمة. أرسل 10 10 إلى 1100 وقدم 100 ريال لمن تحب هدية. اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة يا رب يدخلني الفقراء والمساكين. النار تقول يا رب ليش أنا فقط الجبارون المتكبرون، هذه كل يعني كل من يدخلني بهذه الحال. والنار والجنة تقول يا رب أنا فقط أدخلني الفقراء والمساكين. فقال الله عز وجل أنت ناري أعذب بها من أشاء، وأنت جنتي أرحم بها من عبادي من أشاء. هذا هو الفرق ببساطة، النار والجنة لا يستويان. تخيل الثياب بس أنا أعطيك شيء بسيط، ثياب أهل الجنة من حرير، الأساور من ذهب. جاء في إحدى الروايات في صحيح الجامع لو أن إسورا من الجنة بدا واحدة من أساور، ترى حتى الرجال يلبسون الأساور ليس فقط النساء. الذهب والفضة حلال، الذهب والحرير حلال على الرجال في الجنة. لو أن إسورا من الجنة بدا خرج، تعرف ايش راح يصير؟ لطمس نور الشمس والنجوم، شمسنا ونجومنا كلها تروح من نور هذا الإسور الوحيد. شلون الذي يلبس من هذه الأساور وذلك الحرير؟ في المقابل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. شفت الفرق بين إنسان يلبس أجمل الثياب من ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وبين إنسان لباسه القار، لباسه النار، لباسه الحميم. فرق ترى بين هذا وهذا، هذا فقط في اللباس، ما بالك بما هو عداه. هذا هو الفرق بين الجنة والنار. اسمع لي، أقل واحد في الجنة وأقل واحد في النار عشان تعرف الفرق. إذا كان هذا الأقل، هذه المقارنة، شلون باللي أشد منه عذابا في النار وأكثر منه نعيما في الجنة؟ المقارنة أكبر راح تصير طبعا، الفرق أكبر. لكن أقل فرق بين الجنة والنار اللي أدنى أهل الجنة وأدنى أهل النار، شوف حال هذا وحال هذا. أما أدنى أهل الجنة منزلة فهو آخر واحد يطلع من جهنم ويدخل إلى الجنة فيدعو ربه، يخرج إلى ضحضاح من النار فيدعو ربه أن يبعده عن النار، يأتيه من حرها من سمومها، فيقول يا رب أبعدني عن النار، فإنه يأتيني من حرها ولهيبها وسمومها. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم هل عسيت إن أجبتك لما أردت ألا تسألني غيرها؟ قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. هذا آخر دعاء، فيبعده الله عز وجل عن النار. ثم يرى من بعيد شجرة، طيب توك معاهد ربك، لكن في هذه اللحظات الإنسان ينسى، وطبيعة الإنسان أصلا النسيان. فيشوف شجرة من بعيد فيقول يا ربي قربني إلى هذه الشجرة كي أستظل بظلها. فيقول الله عز وجل ويحك يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيقرب إلى الشجرة ثم
يشوف الجنة من بعيد، يرى ما لا صبر له عليه، يقول يا ربي قربني إلى الجنة. فيقول الله له: عبدي، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ والجنة للحين أبوابها ما أغلقت، لأن في واحد بقي، واحد اللي هو هذا. فيقول: وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها. فيقترب من الجنة، الله، توه طالع من جهنم، ويشوف الجنة، يشوف الناس يلعبون ويمرحون، يشوف أشجارها، يشوف نعيمة، لكن لحين ما دخل. فيقول: ربي أدخلني الجنة. بعد خلاص هذا آخر طلب، يقول: ربي أدخلني الجنة. هذا أدنى واحد في الجنة منزلة، أقل واحد مرتبة. فيقول الله عز وجل له: يا عبدي، تمنى تمنى. طبعا هو يشوف القصور، يشوف الدور، الأنهار والأشجار، يتمنى كل اللي قاعد يشوفه. فيذكره الله عز وجل أماني ما يعرفها: تمنى كذا وتمنى. فيتمنى ويتمنى حتى يبلغ به المنى منتهاه. ثم يقول الله عز وجل له: عبدي، لك ما تمنيت وعشرة أمثاله. الله 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 الله، هذا أقل واحد في الجنة منزلة. كل ما يخطر على قلبه هو قاعد يشوف الجنة، مو ما شافها، شافها، ويتمنى كل ما فيها، ويعطيه الله عز وجل عشرة أمثالها. هذا أقل واحد في الجنة، وليس في الجنة دني. أما أدنى واحد في النار، تخيل، اللي تقريبا يعني ولا شيء، من يلبس شراكان من نار، نعلين من نار، في رواية يوضع في رجليه جمرتان من نار، بس ما يصيب شيء في جسمه، النار لا تصيبه، هذا أقل واحد في جهنم. فقط يلبس شراكان من نار، لكن تدري شنو يصير فيه؟ أبعد شيء عن القدم شنو؟ أعوذ بالله، أبعد شيء عن القدم الدماغ، صح؟ هذا أبعد شيء في جسمه. يلبس شراك من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله. إذا الدماغ يغلي، شو يصير في البطن والصدر والرجل واليد؟ إذا أبعد شيء من الرجلين الدماغ، ومع هذا يغلي يغلي، ترى هذا أقل واحد في جهنم، نعوذ بالله منها. أعيدكم وأعيد نفسي بالله من النار، شيء مخيف مفزع. هذا أقل وهذا أقل، شلون اللي أكثر منه واللي أكثر منه؟ هذا ترى من ضيع دنياه لأجل شهوة، من ضيع آخرته لنومة، من ضيع جنته لأجل كلمة ما قالها، خسر دنياه وآخرته. وهم في الجنة وأولئك في النار، يناديهم الرب عز وجل. طبعا الآن النار أغلقت، خلاص ما حد يطلع منها، والجنة أغلقت، ما حد يطلع منها. أهل النار شنو يتمنون؟ غاية أمانيهم، مو يطلعون، الآن خلاص النار أغلقت، غاية أماني أهل النار أن يقضى عليهم، أن يموتوا بس. ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. بعد 50,000 سنة يرد عليهم مالك، قال إنكم ماكثون. ما في طلعة، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أما أهل الجنة، طبعا أهل النار في هذه الحال يخرج إليهم كبش، وأهل الجنة يشوفونه، فيقال لأهل الجنة وأهل النار: يا أهل الجنة ويا أهل النار، تعرفون ما هذا؟ كبش. تدري شنو هذا الكبش؟ الموت نفسه الذي خلقه الله، صوره على صورة كبش. كل أهل الجنة يشوفونه، كلهم كلهم، وكل أهل النار يشوفونه، يوضع بين الجنة والنار. فيسأل الرب عز وجل الفريقين: تعرفون ما هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار. يا الله، هنا يعلم أهل النار أنه خلاص لا موت لا قضاء، سيخلدون في نار جهنم، فيزدادون صياحا وصراخا وبكاء. وأهل الجنة
يزدادون نعيما إلى نعيمهم وفرحا إلى فرحهم، أنهم لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم مخلدون في تلك الجنان. أنا ذكرت فقط إشارات، وإلا نعيم الجنة وعذاب النار والعياذ بالله شيء مخيف ومفزع، ونعيم الجنة شيء تطير له القلوب وتشتاق له النفوس، لكن أخذت لك إشارات أقارن لك بين هذا وهذا. وسؤالي إليك أيها الحبيب، أيتها الفاضلة، هل يستويان جنة ونار، نعيم وعذاب، هل يستويان؟ هذا السؤال سأله نفسك وانظر لحالك وأجب على نفسك أي الطريقين تختار، فإنهما والله لا يستويان. أهل الجنة وهم في الجنة يمرحون ويفرحون ويأكلون ويشربون، واحد منهم تذكر شيئا قال لأصحابه في الجنة: إني كان لي قرين، كان لي صاحب في الدنيا، كان معاي في الدنيا يذهب ويأتي معاي، بحثت عنه في الجنة ما وجدته، هل رآه أحد منكم؟ إذ يسأل يسأل الناس لم يره أحد. فجأة إذا بي مثل النافذة، شفت النافذة تفتح في الجنة ليرى هذا الرجل المؤمن يرى صاحبه في جهنم، لا يصل إليه حرها لكنه يرى مثل الشاشة، يرى صاحبه يحترق في سوائل الجحيم داخل قعر جهنم. يا الله، يا فلان، ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ قالت: الله، إن كدت لتردين. يا فلان، تذكر ماذا كنت تصنع معي في الدنيا؟ ماذا كنت تقول لي وأنا أنصحك في الدنيا؟ كنت تقول: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ كنت أقول لك صلي، وأنت تقول: تو الناس وين، على ما نموت يبعثنا الله. أقول لك أذكر الله وأنت تعارض. أقول لك يا أخي اترك الذنوب والمعاصي، تقول بعدين وبعدين وبعدين. إن كدت لتردين، والله لو مشيت معك لكن الله عز وجل حفظني منك. شفت الصاحب المؤمن والفاجر، شفت هذا المشهد، ثم يلتفت إلى أصحابه فيقول: أفما نحن بميتين؟ هل حقيقة احنا مخلدين في الجنة من شدة الفرح والوناس اللي هو فيها؟ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ يا الله، ما أعظم هذا النعيم، ما أعظم النعيم، وما أجمل نعمة الله على هذا العبد، عصمه من صاحبه وفرق الله بينهما في الدنيا وفرق بينهما يوم القيامة لمثل هذا، لمثل هذا المشهد، لمثل هذا الموقف، لمثل هذه اللحظات، لمثل هذا الجزاء. فليعمل العاملون، إن هذا لهو الفوز العظيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم.
لمثل هذا فليعمل العاملون. لا الجور قرين للإنصاف، لا الصد طريق للغفران. هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان؟ لا الجور طريق للإنصاف، لا الصد طريق للغفران. هل تتفق الجنة والنار أو يحيى اليأس مع الإيمان؟ ما بين حلاوة وحي الله وكلام البشرية شتى. هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ هل يستويان؟